تقول أني أقوم الليل أقوم بـ 11 ركعة، لكن مرات لا أستطيع أو أنشغل فأصلي ركعتين، أصلي 4 ركعات، هل فعلي هذا صحيح أو أني أتركها إما أصليها 11 أو أتركها؟ لا لا، وترجع على صفات متعددة ومن حيث العدد، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترى بـ 5 وأنه ترى بـ 7 وأنه ترى بـ 9 وأنه ترى بـ 11 ركعة، وهذا غالب وتره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بـ5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بـ3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بـ1 فليفعل. فلا تترك صلاة الليل لعجزها عن الكمال، بل تأتي منه ما استطعت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بـ1.